أهلا بكم من جديد. استقبال حافل حظي به مجموعة طلاب مميزين من مختلف المدارس السعودية شاركوا في مسابقة انتل العالمية المتخصصة في العلوم المختلفة، واستطاعوا الحصول على مراكز متقدمة وجوائز من بين 70 دولة و1700 مشروع. الزميل عبد الله سليمان والتفاصيل. نخبة من مواهب مختلف الجهات التعليمية في السعودية، مشاركة مثمرة في مسابقة انتل ايسف العالمية، حقق المشاركون فيها 7 جوائز عالمية وجائزة تشريفية للمشاركة في قسم جائزة نوبل العالمية. هذول الطلاب تقريبا يختاروا مشروع ويشتغلوا عليه لمدة 9 شهور وبعد كذا يسابقوا فيه عالميا. طريقة اختيار الطلاب هذه تتم خلال مراحل. الطلاب عندما يبدأوا الشغل على مشروعهم ينافسوا على مستوى المدرسة، بعد كذا على مستوى المنطقة اللي هم منها، وبعد كذا ينافسوا على مستوى المملكة. طلابنا وطالباتنا فازوا في مجالات مختلفة، في مجالات صحية، في مجالات بيئية، في مجالات في علم النبات وهندسية، بالتعاون مع وزارة التعليم. مشروعي هو عبارة عن استخدام فيروس بحيث أني أقدر أسوي هندسة وراثية آمنة بدون أضرار جانبية. إنجاز علمي من بين 70 دولة و1700 مشروع علمي استعرض الطلاب بحوثهم المميزة في العلوم المختلفة أمام لجان وورش عمل من أعلى الأكاديميات الأمريكية وهيئات التدريس المتخصصة. المشروع كان عبارة عن جهاز يخفض الرطوبة في البيوت المحمية للنباتات بدون استهلاك كمية طاقة كبيرة. هي في البداية كانت فكرة، بعدين توجهنا لمركز التميز لبحوث الجينوم في جامعة الملك عبدالعزيز، والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم وتعاونهم قدرنا نوصل لهذه المرحلة. تقريبا البحث أخذ معنا 9 شهور متواصلة تقريبا من بداية السنة الدراسية أو من قبل، وكان طبعا بتسلسل المسابقة مع إدارة الموهوبات وموهبة ولما وصلنا للعالمية. مشروعي هو استهداف خلايا سرطان MCF7 باستخدام سمات نهاية الفضة المرتبطة بسمات مرتبطة بمركبات دكسروبسون تاموكسفن. الحمد لله حصلت على المركز الرابع في الطب والعلوم الصحية. شاركت بمجال الكيمياء وحسيت بشعور الفوز كل ما نادوا اسم المملكة، كنا كلنا نهلل ونوقف ونصارخ. الحمد لله يعني شعور ما ينوصف، وما أتوقع أني بلاقي له بديل في أي يوم من الأيام. طبعا من الاستراتيجية الموجودة للمملكة هي الوصول لمجتمع المعرفة في عام 1444، وهذا يتطلب تكاتف بين المؤسسات العلمية والأكاديمية والقطاع الخاص ورجال الأعمال. مسابقة عالمية تحظى باهتمام الدول المتقدمة، تقدم لموهوبيها كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، لأنها ببساطة ترسم استراتيجيات الدول وتفتح آفاقا للمستقبل. عبد الله سليمان، العربية.